خوتي السلام عليكم. واحد فيديو سريع اخوتي، حتى شحال من واحد تيصيفط لي في لي كومونتير وتيقول لي سي عثمان دير لنا مقارنه ما بين البوكو ام 3 والريدمي 9، شفنا شنو اللي احسن. راه باين اخوتي بلا ما يحتاج مقارنه، اي واحد فيكم يقدر يعرف. بالنسبه للريدمي 9 هذا خاص بالالعاب بالدرجه الاولى، هذا موجه للالعاب بالدرجه الاولى للهيليو جي 80. كنت عزيزك فري فاير مثلا ولا بابجي ولا كال اوف ديوتي، خذ ريدمي 9 بلا ما تفكر، صافي ساهله. وبالنسبه للناس اللي تيبغيو تصفح السوشيال ميديا مثلا مكالمات الواتساب فيسبوك هاد الامور ميساجات عادي، خذ البوكو ام 3 او ريدمي 9 تيد. من الاحسن ربما ريدمي 9 تيد احسن من البوكو ام 3. هذا راه حتى الالعاب تقدر تلعب فيه، هو بالنسبه للالعاب راه ماشي موجه للالعاب بالدرجه الاولى، الناس اللي تيلعبوا الالعاب مره دونك راه باينه بلا ما تحتاج اخويا نقارن لكم التليفون مع التليفون، ما يحتاج فيديو، راه امور واضحه. كل واحد ربما مابقاش نكرر الهضره، غادي نقول لكم غير هذا الريدمي 9 شحال تيدير حاليا في الشركه. يلا خديت منه 15 تليفون، والبارح خديت 15 تليفون منه، تيدير 1440 درهم الثمن ديال الجمله ديالو، 1440 درهم 28800 ريال. وهذا راه باقي نفس الثمن البوكو ام 3 تيدير 1550 درهم 31000 ريال، النسخه ديال 64 جيجا، والنسخه ديال 128 جيجا تدير 33000 ريال 1650 درهم. بالنسبه للريدمي 9 تي، الريدمي 9 تي راه نفس الثمن ديال هذا البوكو ام 3، لا النسخه ديال 64 جيجا ولا النسخه ديال 128 جيجا. بالنسبه للرام راه بربعه بهم كاملين 4 جيجا، بالنسبه للثمن بحال بحال. وبالنسبه لان هو اللي احسن، واش البوكو ام 3 ولا الريدمي 9 تي؟ خذ اخويا الريدمي 9 تي راه احسن من البوكو ام 3، فيتو واحد شويه هادشي اللي عطى الله. يلا اخوتي احتراماتي، السلام عليكم.